السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الجو عندنا اليوم يا سلام، عندنا الشميشة. البارح الشتيوة والجو مخبون، واليوم سبحان الله العظيم عندنا الشميشة، عندنا الجو زوين. اليوم 15 اليوم 20 يوم باش درت العملية. دونك اليوم عندي لابلاسيون دي فيل، انا غادا باش نحيد الغراز. خليكم معايا. والصراحه ما بخير الحمد لله. اي فوالا، كيف ما شفتوا تحررت من القيود الظالمه. كانوا برصطيني في الصراحه، نتمنى يكون الخير من القدام. ردا على بعض التعليقات ديال الاخوات في الانستغرام اللي سولوني منين اين مدينه، اين بلاد عايشه فيها. نقول لكم انا في دولة موزمبيق. لا بس نضحك، انا في فرنسا. هذه من 2008، دونك هذه 11 سنة وانا في فرنسا. كيفاش جيت وكيفاش استقريت في هذه البلاد، هذه نعود عليكم من بعد. نتمنى لكم نهار بداية أسبوع موفقة ويوم سعيد. تحقوا اللي كيتسنى شي حاجة يا ربي يفرحوا بها، واللي شاد طريق الخدمة الله يديه على خير. الطلبة ديالنا والوليدات ديالنا اللي غاديين للمدارس الله ينور طريقهم والله يسهل عليهم. وتحية كبيرة وكبيرة بزاف للأمهات اللي كيخليوا وليداتهم في الصباح يمشيو للمدرسه وحتى هما كيشدوا طريقهم للخدمه. وكاين كاع اللي ما كتقدرش كاع تدي وليداتها للمدرسه، كتديهم لا كاردوغي في الصباح ولا كتديهم عند لاسيستونت ماتيرنيل وعاد كتمشي للعمل ديالها. وهذا حالنا كاملين، هذا حالنا كاملين، لان خصوصا في الغربه شكون اللي حداهم ميمتو تشد ليه وليداته وتقابله ولا اختو ولا لا اله الا محمد رسول الله. هذا حالنا كاملين اخواتي، هذا حالنا كاملين. نتمنى لكم بدايه اسبوع موفقه وما نطولش عليكم لحقاش تاعنا في السياره والطريق كتهزز عندنا واحد الطريق. يا سلام يا سلام، الى اللقاء.